السلام عليكم، مرحبا بكم في موروكو مول، وبالضبط حدا النافورة الموسيقيه. راه الاجواء كيكونوا زوينين، وقبل ما نبدا مبروك عواشركم، الله يدخلوا عليكم باش ما تمنيتوا بالصحه والراحه وراحه البال. اليوم راه اختاريت انني ندير لكم هذا الروبورتاج ونبدل لكم الاجواء ديال الطبخ. بغيت نبدل لكم الروتين، وبالضبط تشاهدوا هذا المكان الزوين. راه اي واحد اللي كيسكن في مدينه الضالة بدا راه كيعرف هذا المكان، راه هو كيتواجد حدا موروكو مول، فضلا وليس امرا. الى عجبكم المحتوى ديال الفيديو لا تنساو تدعمونا بواحد زر اشتراك والبارطاج مع الاصدقاء، وعمل واحد لايك وتعليق زوين باش ندفعوا بينا لقدام ونزيدوا ديما لقدام. ودابا بلا ما نطول معاكم غادي نخليكم مع هاد الاجواء، وكنتمنى اللي باقي ما زارش مدينه الدار البيضاء يجي يزورها ويشوف هاد المكان الزوين. وانا غادي نعطيكم لمحه على النافوره الموسيقيه، هي زوينه وكتواجد قبالة موروكو مول كيف ما قلت لكم قبيله، وعندها واحد الاجواء يا سلام، كما انها كتكون محيطه بواحد الطبيعه، وكيجيو لها الناس من مختلف المدن باش يشوفوها وايضا يزوروا موروكو مول. وهذه هي النافوره ديالنا، غادي نخليكم تستمتعوا بهذه الاجواء الجميله ومشاهده طيبه. Thank you.
Yeah.
اري صورك اوكي اللي برد بس صورك بس صورك هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان تكون هنا